مساء الخير اعزائي مشاهدي ومتابعي بوابه الفجر، معاكم هدى السيد من محافظه المنوفيه، ومعانا الاستاذ الدكتور اسامه حجازي المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومي، هيكلمنا عن البرنامج الخاص النهارده بالندوه متطلبات اعتماد المنشات الصحيه، وهيكلمنا عن معهد الكبد، هيكلمنا بشكل كده يعني كل حاجه عن معهد الكبد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ طبعا عاوزين نتكلم عن معهد الكبد عامة، ويعني بنستقبل تقريبا حوالي كام حالة، مش لازم بالعدد الفعلي، ولكن تقريبا كام حالة، وهنتكلم عن ندوة. تمام. معهد الكبد القومي طبعا مؤسسة تقدم خدمة طبية، هي مؤسسة جامعية تابعة لجامعة المنوفية، أحد مستشفيات جامعة المنوفية، وطبعا بتقدم خدمة طبية متميزة وفريدة، بتعالج مرضى الكبد والجهاز الهضمي. وطبعا احنا مجال العمل بتاعنا ان احنا بنستقبل مرضى الكبد في تخصصات مختلفة، سواء تخصصات امراض الكبد في الاطفال وامراض الكبد في البالغين وجراحات الكبد والقنوات المريه والبنكرياس، وطبعا اقسام الاشعه التداخليه والاشعه التشخيصيه واقسام المعامل. فطبعا وعندنا طبعا حضرتك في المناظير الجهاز الهضمي، مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومناظير القولون ومناظير القنوات المريه وكافه انواع المناظير، بالجراحات المختلفه الخاصه بجراحات الكبد والجهاز الهضمي وجراحه زراعه الكبد. طبعا احنا بمعهد الكبد مش بيقدم الخدمه الطبيه لمحافظه المنوفيه فقط، ولكنه بيقدم خدمه طبيه لجميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، بل وبيمتد استقباله للخدمه الطبيه للدول العربيه الشقيقه. بنستقبل مرضى من ليبيا، اليمن، السعوديه، سوريا، فلسطين. وطبعا ده السكوب بتاع معهد الكبد القومي كمنشاه صحيه او معهد متميز وفريد على مستوى الشرق الاوسط كله. اما عن اعتماد المنشات الصحيه،